بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضرتكم، تحياتي لكم في هذه الدقائق. بعد دقيقتين أو ثلاثة من دلوقتي هتتفرجوا على حاجة مهمة جدا، هتتفرجوا على الفيديو اللي سجله بالأمس مرتضى منصور ونزله على صفحته على الفيسبوك ونزله على قناته على اليوتيوب، واللي كان بيتكلم فيه مع ميتشيو و انهال فيه سبا علي وعلى الاستاذ المحترم والناقد الرياضي الكبير الاستاذ ابو المعاطي زكي. للاسف الشديد بالامس كان مرتضى متوقع اني انا بالتحديد اطلع ارد السب والشتم بسب وشتم. انا قلت له ردا على هذا الفيديو لن أرد عليك إلا في المحكمة وبالقانون، وقلت له لو راجل تخلى عن حصانتك وخليك أسد زي ما أنت بتقول وخليك راجل لراجل معانا في المحاكم والنيابات، والقضاء والقانون هو صاحب الكلمة الفصل. يبدو أن الكلام عمل له رعب، لأن كم القضايا اللي مرفوع عليه مني أنا على المستوى الشخصي ومن آخرين لا حصر له ولا عدد، وجميعنا مصمم على أن يأخذ حقه بالقانون. الكلام طبعا أنتم عارفين مرتضى منصور، يعني هكذا هو يدعي القوة فقط لا غير أمام الكاميرات من خلال مداخلات تليفونية أو من خلال تصوير فيديوهات. الناس كلها صحيت النهاردة الصبح لقيت الفيديو محذوف تماما من على اليوتيوب وملهوش اي اثر على الفيسبوك، وكأنه اختفى بقدرة قادر. كالعادة رجالة مرتضى منصور بيعملوا الواجب واللازم وبياخدوا المقابل، لانهم هم طبعا عارفين انه الولاء للمال وليس لمرتضى منصور، فبيحاولوا يستفيدوا منه ومن غيره على قدر المستطاع، ودايما وابدا بينفعونا في الازمات وبنلاقيهم معانا في الشدة. اتصلنا بواحد منهم بعت لنا الفيديو الذي تم حذفه كاملا غير منقوص، وهدية مني لمرتضى منصور. انا بقول له تعال اتفرج على الفيديو كامل على قناة عبد الناصر زيدان علشان خاطر تستمتع بصوتك، وهو بإذن الله تعالى بعد ساعات من دلوقتي عند النائب العام، وبإذن الله تعالى في المحكمة في قضية سب جديدة. بإذن الله تعالى كلنا أمل وعايشين حتى اليوم اللي احنا ناخد في حقنا بالقانون. تخيل بقى حذفت الفيديو من على قناتك، قناة مرتضى منصور، ومن على صفحتك على الفيسبوك علشان يجي لحضن حبيبك عبد الناصر زيدان ويتنشر على قناته على اليوتيوب وعلى صفحاته على الفيسبوك ويمتع الناس ويخلي القانون ياخد مجراه. تعالوا نشوف. الرحيم طبعا برضو كل ده عشان جماهير الزمالك اللي فوق دماغنا اللي بالملايين، بترجمنا على طول اللي بالملايين، مش عشان تفعيل الصايع اللي ادب المجرمين اللي بيحرضهم بقى، العتال على عساء على اسمه ايه دون، العتال على عباس، على الواد ايمن ابنه العبيط دون، على سليمان، على لؤي، على عبد الخالق، والعيال السفله بقى خد معانا عندك بقى الواد اللي اسمه ابو المعاطي الزكي، بيقول لك ايه ان الحبطور مش عارف بيأيد مين. يا ابني حبطور ده اشتري ابوك واشتري امك، يا وسخ يا وسخ، بطل وساخه. طبعا انا عارف البواسير هتتفرتك من ساعه الراجل المحترم الامارات المحترم ده ما جه زارنا، وعلى فكره ما حدش فينا خد ساعات، احنا ناس محترمين، ودعيناه في بيته، عزمنا في بيته وعزمته في بيتي، راجل شخصيه محترمه. يا ابو المعاطي يا وسخ، انت عبد الناصر الوسخ، يلا يا وسخين. احنا اجتمعنا مع اللعيبه طبعا كل عشان الجمهور، النهارده كان اجتماعات مستمره. هذا الرجل هو راجل محترم، واحنا ما كانش في نيتنا على فكره احنا ماشيين، وانا قلت لكم ده لانه مدرب كويس جدا ومدرب محترم جدا، انما اللي احرجنا كلنا اللعيبه. لما اللعيبه نزلوا على صفحاتهم
بندعم ميتشو وميتشو يقعد، حطونا في موقف حرج، معناها ان اللاعب هو اللي بيمشي المدرب، هو اللي بيقعد المدرب، وده ما ينفعش مع مجلس اداره محترم رئيس مرتضى منصور. يعني احنا انا شخصيا حزين انه، وانا حتى قلت لهم في اجتماع معاهم، اللي كان عايز يدعم ميتشو يدعمه في الملعب بروحه القتاليه، مش يدعمه على الصفحه ويحرجنا احنا. المهم باختصار شديد، رايد قضى معانا وقت محترم، كان شخصية محترمة. أنا كان ليا بس اعتاب عليه في موضوع صغير كده، لأن احنا دايما أنا وهو بنتكلم في حوارات مغلقة، ويمكن احنا بعد ماتش بتاع السنغال اللي هناك، ثم بعد ماتش الأهلي، ثم بعد ماتش الأبناء مع إنبي، ثم الماتش الأخير بتاع مازيمبي، ما فيش رد فعل من عندي قلته عن هذا الرجل، لا ضده ولا ضد الجهاز ولا ضد اللعيبة، تمام. وكنا بنعالج الموضوع بهدوء شديد جدا، لغايه ما لقينا اللعيبه النازلين البسطات، وانا حاتبتهم قلت لهم انتوا ضريتوا الراجل وحطيتونا كلنا في موقف حرج، احنا لو قعدنا الراجل يبقى انتوا بتقعد المدرب وتمشي المدرب، حتى شبيكه قال لهم الكلام ده. فانا حزين طبعا، واحنا بنفسخ العقد بكل تراضي، بنتمنى له التوفيق هذا الرجل. الناس دايما بتقول لك ايه، ده مش ميتشو بتاع بيراميدز، هو انا كنت شفته ميتشو، هو ماتش بيراميدز ده جه قبل ما انا اجيبه، ده ماتش بيراميدز ده بعد ما جه، ده احنا جايبينه عشان تاريخه الطويل، 18 سنه منتخبات وانديه في افريقيا، راجل على اعلى مستوى. لكن خلاص الظروف، المجلس بالاجماع على فكره بعد ما شفنا البوستات بتاعت الولاد، وحتى احنا خدنا راي حماده في لما كان في الكون، وراي مهندس ثاني، وكان رأي بالإجماع إن خلاص بننهي التعاقد بمنتهى الأدب والإحترام، وإلا هتبقى ظاهرة منتهى الخطورة، إن أي لاعب عايز مدرب يقعده أو عايز يمشي مدرب يمشيه، يبقى مجلس إدارة هو يمشي على بعض. أنا بشكره على الفترة اللي قعدها معانا، ما عندناش خلاف معاه تماما خالص، أنهينا العقد بكل أدب وإحترام، بما يليق بيه كمدرب كبير، بما يليق بنادي الزمالك كنادي كبير ومحترم، وبشكره على الفترة اللي تولاها هو وجهازه الفني، بشكرهم جدا يعني، بلغهم شكري ليهم بكل الجهاز مساعدينا كلنا، حواس المرمى مدرب لياقه، وان شاء الله انت ليك ذكريات جميله في مصر، واحنا لينا ذكريات جميله معاك، ودايما هنفتكر ان كان في مستر ميتشو جه هنا في يوم من الايام وخد كاس مصر بعد اسبوع، وزي ما انت بتفتكر قريبك اللي كان موجود من حوالي 30 سنه، هيجي بعد 30 سنه واحد يقول انا حفيد ميتشو او قريب ميتشو الثاني عشر. فاهلا بيك في مصر في اي وقت تشرفنا وزورنا، بيتي هو بيتك، في اي وقت تحب تشرفنا تشرفنا، في اي نادي انت هتدرب فيه اي منتخب، وانا متاكد انك انت مش هتقعد في بيتك لانك انت مدرب على اعلى مستوى، لكن زي ما قلت لك ان اللعيبه حطونا كلنا في هذا الموقف الحرج. انا بشكرك، اتفضل. In respect to millions of supporters, 108 years of history, to you, respected President, your board, Director of Football, all the supporting staff that has been very good and supportive, all of you to me and the technical team. To the players that I have tried not to coach but to love them in the best possible way. We have dreamt the dream together that we win the trophies this year, one trophy in our honeymoon situation, winning the Egyptian Cup. Going with so many problems into the season, we have reached to the point where after, in similar way like last season, losing first match away against TP Mazembe, team need to get good run from the next game against Primera Augusto. I would use opportunity to thank everyone in the Zamalek family for a great feeling of learning your culture, your tradition, your style of life, and the most important feeling, Zamalek, in my heart.
It has been a great experience. I have learned lessons of life and football, and I will use them in my future career. I want to thank you for everything what we have passed together. I'm grateful to everyone that we have worked together, and I wish to the team all the best. The players starting with Sharqi again to win in the cup and defend the cup in coming season. To Champions League to continue to go and to in 5 matches get enough points to go to the quarterfinals in the Egyptian Premier League to regain the confidence and going and winning the Egyptian Premier League. And I really, wherever you are, whatever you do, may Almighty Allah give you the best and bless you. انا بس عايز اوضح بس نقطتين مهمين. اللي ما شيء عن هذا الرجل ان هو مريض ده كلام مش مظبوط. هو بيقول للعيبه انا عندي افضل لي يجي لي مرض هو اخطر مرض افضل من ان انا اتغلب من مزني. فبعض اللعيبه للاسف فهموا تصريحه غلط. الراجل سليم 100% الحمد لله وعنده استعداد يتجوز 3 يبقى عنده 4 والاسيوبيه مش هتسيبه. ده 1-2. انا بقول له ده مصر كلها. ادي الراجل انا عمري ما اتدخلت في شغله عمري ما قلت له اللاعب ده يلعب او ما يلعبش. انا كنت دايما بس بقول له كلمه من فضلك خلي كل لاعب يلعب مكانه. ده اللي كنت دايما بس بقوله وكنت بقوله علنا على فكره ما كنتش بقوله في السر عشان البعض اللي بيقول ان انا كنت بعمل التشكيل وببعته له. ده طبعا مش يعني كده. لا انا بحترم نفسي ولا هو بيحترم نفسه لو انا بعمل تشكيل وببعته للراجل اللي ده عيبه قله ادب. انتوا كده مش بتضروني انا، انتوا كده بتسوقوا سمعته هو. لان الاهلي اللي بتقعد واد زي ابو راسين الكلب ده ولا الواد اللي اسمه احمد جلال الجزمه القديمه اللي بيطلع على الاخر وكلهم يطلعوا في قناه معفنه كده جاي دورها بالظبط. ورحمه امي يا محمد عبد المتعال اللي جاي دورها قريب قوي. انت وصاحب القناه بتاعتك، انت وصاحب القناه بتاعتك. وانا بس بفكر صاحب القناه لما اخوه اتعمل له حمله من عادل حموده الوحيد اللي وقف معاه وانقذه مرتضى منصور. انا عندي التاريخ الاسود ده كله وهفوق لكم ان شاء الله. ادي الراجل اهو اللي انا كنت بتدخل في شغل يقول، ادي الراجل لو انا قصرت في حاجه يقول. الحمد لله كل مستحقاته واصله له لان احنا علاقتنا بهذا الرجل علاقه محترمه. انا بتمنى له كل التوفيق وان ربنا يوفقه في المكان اللي هيشتغل فيه. وانا متاكد انه هيروح منتخبات، هيروح انديه، تمام، وفي انديه في مصر هتروح طلباه عشان يجي، تمام. هيبقى عنده طبعا خبره بقى، خلاص بقى حافظ ده الهرم وده ليه الزمالك وكل منتجعات مصر اللي هي عاجباه. اتمنى تاني يرجع مصر زاير ليا انا شخصيا في بيتي كضيف عزيز هو واسرته. وانا بتمنى لك التوفيق. شكرا. Thank you very much. شكرا. I would just also like to tell that many media outlets are waiting for me to come now out and talk. From this moment, those are my last closing words to all the people in Egypt. Due to respect that Zamalek has shown to me, I'm obliged to not comment anything what has been behind us, just to wish the team peace and all the best in matches. شكرا. طبعا بعد ما شفته واستمتعته بمرتضى منصور في هذا الفيديو اللي سجله مع ميتشيو، عايز اقول له كمان قبل ما اسيبك بقول لك شكرا على كل السب اللي انت سبيته ليا، وتحياتي ليك. وباسم صديقي وحبيبي الاستاذ ابو المعاطي زكي بقول لك شكرا، ولقائنا في المحكمه ان شاء الله. نحن نتبع السيئه الحسنه نمحوها ونخالق الناس بخلق حسن، وسنظل باذن الله تعالى نعمل شغلنا باحترام بعيدا عن اي تجاوز وبعيدا عن اي خروج سواء عن الاخلاقيات او القانون. هكذا تعلمنا. عايز اقول لك بس حاجه يا مرتضى منصور قبل ما اسيبك علشان خاطر تستمتع اكتر لو عايز تشوف الفيديو مره تانية ولا حاجه. عايز اقول لك على حاجه، هو انت ليه ما نزلتش الفيديو اللي انت عملته لاحمد جلال وهاني حتهوت؟ لعل المنع خير. هو كان عندك كحه ولا حاجه، ولا انفعلت زياده عن اللزوم وشتمت باقذر الالفاظ وقالوا لك
الفيديو صعب جدا ولو نزل هيخرب الدنيا. سؤال بريء، الفيديو اللي انت عملته للمذيع المتألق صديقي المحترم الأستاذ هاني حتحوت مذيع برنامج الماتش على صدى البلد ورئيس تحرير البرنامج الناقد الرياضي الكبير المحترم الأستاذ أحمد جلال، عملت لهم فيديو مخصوص، فيديو عملته مخصوص لهاني حتحوت وأحمد جلال، هو منزلش ليه؟ يعني ده سؤال بس لعل المناخير. عموما علشان تبقى عارف الفيديو عندي، ولو محتاج الباسورد بتاع الجهاز، الباسورد الجديد كمان بتاع الجهاز اللي بيترفع منه فيديوهاتك انا ممكن ابعته لك. كل ألم وانت طيب، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.